بستارز منشوف آخر أخبار الفنانين، البداية مع أنجلينا جولي اللي عم ترد على شائعة موتها. خرجت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن صمتها وأعربت عن غضبها واستياءها وعتبها بعد ما كثرت الشائعات حول وفاتها بالأيام الأخيرة وحول طلاقها كمان مع زوجها النجم براد بيت، وقيل أنها توفت إثر إصابتها بمرض وانخفاض وزنها بشكل غير طبيعي. بتقول جولي: أنا بعدني على قيد الحياة، علاقتي بزوجي أكثر من جيدة وهو سندي بهالحياة، أما صحتي فهي بخير. وبتقول أنها بتعاني من فقدان الشهية مش أكثر من هيك. كليب يايلي جوزيف عطية خارج لبنان، بيتحضر النجم الشاب جوزيف عطية لتصوير أغنيته الجديدة ياي على طريقة الفيديو كليب بدبي، بعد ما حقق هالعمل انتشار كبير وناجح بالشارع اللبناني. وبيصور عطية الأغنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما سيكون عرض الأول على شاشة أغاني أغاني. صورة ليوسف الخال من موقع الحدث، بيظهر الممثل يوسف الخال من وقت إلى آخر بمجموعة من الصور الملتقطة له على شكل سيلفي من كواليس تصوير مسلسله الجديد سمرقند اللي بيلعب فيه دور البطولة. وكان يوسف الخال نشر صورة جديدة ظهر فيها بالشخصية اللي عم يلعبها بالعمل، وبيقول: صباح الخير من موقع الحدث. ألبوم هاني شاكر الجديد أعلن القيمون على حسابات الفنان المصري هاني شاكر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه موقع إطلاق ألبوم شاكر الغنائي الجديد اقترب، ورح يصدر بالأسواق ب 29 نيسان الجاري، وبيحمل عنوان اسم على ورق. أما تفاصيل ألبوم شاكر رح يفصح عنه بالفترة اللاحقة قريبا، وهو من إنتاج هاي كواليتي. مادونا بتعيش أسعد لحظات حياتها. بتقول الفنانة النجمة العالمية مادونا أنها عم تعيش أجمل أيام حياتها بعد ما سمحها ابنها البالغ من العمر 15 سنة على كل الأخطاء يلي عملتها معه خلال حياته. بتقول أنها ألغت أكثر من حفلة بلندن حتى تكون عم تقدر تمضي الوقت مع ابنها، حسب ما قالت مجلة بيبل. وكشفت النجمة أنه أهم شيء بحياتها اليوم أنه روكو البالغ من العمر 15 سنة سمحها وخلال زيارتها الأولى إلى لندن بعد أزمة قضية حق الوصاية بينها وبين زوجها السابق. حماقي بيقول: أنتوا جايين تحبوا بعض هنا ولا إيه؟ بعد مرور 10 سنين على تأسيس جامعة الأهرام الكندية بالعاصمة المصرية بالقاهرة، أحيا النجم المصري محمد حماقي أغنية حفلة غنائية خاصة بها المناسبة، وحضر الحفلة عدد كبير من طلاب الجامعات والمدعوين. وأقدم أحد الطلاب على تصرف فكاهي فخلع السترة، أو بلكي رومانسي، فخلع السترة اللي كان عم يرتديها وكتب عليها عبارة بحبك يا سلمى، تعبيرا عن حبه لحبيبته. فالتقط حماقي هالخبرية وطبعا وصل الرسالة لسلمى وقال لهم: انتوا جايين تحبوا بعض هنا ولا ايه؟ مونيكا بلوتشي بالمراهقة، ظهرت النجمة العالمية مونيكا بلوتشي بصورة قديمة جدا لما كانت بعدها بعمر 13 سنة، وتناقلت هالصورة على مواقع التواصل الاجتماعي. هالصورة أخذها مصور محترف صديق للعائلة. الجدير بالذكر أنه بلوتشي بدأت مهنتها كموديل بسن 13 سنة بعد ما نشرت صورها محليا، وبعام 88 انتقلت إلى أحد مراكز الأزياء بمدينة ميلانو حيث تعاقدت مع وكالة إليت تصميم وعرض الأزياء. وبحلول 1989 أصبحت بلوتشي بارزة كعارضة أزياء، ولكنها بنفس الوقت بلشت بمجال التمثيل وبرعت باثنين. مارسيل خليفي بكلمات تأمل، نشر الفنان مارسيل خليفي صورة على حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، التقطت في من إحدى حفلاته الموسيقية اللي أحياها مؤخرا خارج لبنان، وظهر وسط أوركسترا غربية، وعلق على الصورة بكلمات جميلة بيقول فيها: أنا والصباح غريبان، وخاصة بعد ليلة عامرة بالموسيقى، كثير من المدن زرت وكثير من البيوت غيرت، كثير من الفنادق نمت على أسرتها ونام غيري عليها، كثير من الصور التي أخذت مع أناس أعرفهم ولا أعرفهم، وكثير من صور عشاق نسيتها في أدراج الخزائن التي تركتها، وكثير من الأسفار والمطارات والمحطات والطرقات، مشيت وعدت إلى أماكن قديمة وجديدة، علموني الغناء فغنيت، وأترك الأغنية تعالج أوجاعها بكثير من الحب.
سيرين تتهم بعض الصحفيين، انتقدت سيرين عبد النور بعض الصحفيين واتهمتهم أنه بيسعوا إلى إيقاع الخلافات بين الفنانين ببعض البرامج، وأثارت هالموضوع طبعاً يكون عندها أي اعتراض على بعض الصحفيين يلي يمكن عم ينقلوا بلكي أخبار غير صحيحة أو أخبار حد الحقيقة. بنذكر أنه عبد النور بتتابع حاليا تصوير برنامج ذا كوميدي، كما تنصرف أيضا إلى تحضير بعض الأعمال الفنية اللي رح نشوفها قريبا. هيدا ستارز لليوم، وقف هلأ ومنرجع منتابع مع واتس كوكينج، خليكن معنا.